السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد جايتي في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. في هذا الفيديو غادي نطرقوا إلى GitHub Student Developer Pack. ألوغ بالنسبة للناس اللي عندهم ان ايميل بروفيسيونيل او بيان ايميل ستودنت بروفيسيونيل، دونك تو سامبلومون يقدروا يستافدوا من بزاف ديال لي باكيج. دونك غالبا الناس ديال لونيفرسيتي كيكونوا عندهم هاد لي زيميل ولكن ما كيستافدوش منهم، دونك بزاف ديال لي كونت كيمشيو غير هباء، يعني ما كيستافدوش من هاد لي يعني هاد لي باك هادو. دونك عندنا جيت هاب ستودنت ديفلوبر باك كيعطيك يعني بزاف ديال لي باكيج اللي كتقدر انت ديفلوبي بهم وكتستعملهم وكتستخدمهم. دونك هاد لي باك هادو تو سامبلومون مخصصين بالنسبه للناس يعني اللي كيقراو لانفورماتيك في لونيفرسيتي وبيان اللي كيديفلوبيو تو سامبلومون. الوغ كيفاش تستافد من هاد لي باك هادو؟ تو سامبلومون خصك تليي يكون عندك بعدا ان اكونت، يعني كونت جيت هاب، دونك كونت جيت هاب عادي، اي غاتليي غادير لو ليان اونتر جيت هاب ديالك اي جيت هاب ستودنت ديفلوبر باك. الوغ غادي نتعرفوا دابا على لي باكيج اللي كاينين في جيت هاب باك. الوغ كيف كتشوفوا عندنا لي كاتيجوري سويفونت، عندنا الكلاود ديزاين ديفلوبر تولز domains, game development, infrastructures, APIs, Internet of Things, learn, marketing, mobile, productivity, security and analytics. دونك تو سامبلومون بزاف ديال لي دومين كاينين في هاد جيت هاب باك وغالي ما بغاش يستافد. دونك كيف كتعرفوا ان ان ايميل وبيان ليميل بروفيسيونيل ديال لونيفرسيتي اللي كيكون عند الطالب تو سامبلومون كتكون فيه واحد 6 موا يعني ديال ليتيليزاسيون، كيكونوا عندك بزاف ديال لي بوسيبيليتي كيكونوا فري تو سامبلومون. الو غادي نتعرفوا على اول حاجه نتعرفوا على الكلاود. دونك غادي نمشيو للكلاود تو سامبلومون. شنو غادي نلقاو في الكلاود؟ نلقاو مايكروسوفت ازور. مايكروسوفت ازور كيف كتعرفوا انها كتعطيكم يعني بزاف ديال الخدمات، من بينها الخدمات ديال ازور مثلا كوغنيتيف كومبيوتين ولا ازور في ام فيرتوال ماشين ولا حتى يعني لي باز دو دوني ديفلوبمنت اند سيت. دونك كيكون عندك فري اكسس ل 25 وما ازيد من مايكروسوفت ازور كلاود سيرفيسز و بلوس ديال 100 دولار ان ازور كريدي. دونك تو سامبلومون تقدر تكري بزاف ديال لي يعني لي سيرفيس في ازور ديالك اترافير هاد الايميل هاد الايميل يعني ديال ايديوكاسيون او بيان ايميل بروفيسيونيل تو سامبلومون، باسكو هو ايميل بروفيسيونيل عند كيسالي مثلا بحال دابا الناس ديال اليونيفرسيتي قاضي العياد، قاضي عياد ديال مراكش عندهم edu.sea باردون .sea .ma. دونك لونيفرسيتي الاخرين جو سي با شنو عندهم، مي تو سامبلومون دائما كيبدا بات ايدو. الوغ عندنا هيروكو. هيروكو كيف كتعرفوا انها بلاتفورم يعني اكسيسيبل بور ديبلوي لي زابليكاسيون موبيل وبيان لي زابي اي وبيان اي حاجه متعلقه بالويب. تو سامبلومون الناس اللي كيخدموا في نوت جي اس كيقدروا يديفلوبيو يعني لي زابي اي ديالهم اترافير هيروكو. عندنا ايديوكيشن هوست كتقدر ديفلوبي يعني لي سيت ويب ديالك لي صوبتيهم نتايا اترافير يعني لي بروجي اكاديميك انسي دو سويت. عندنا نيتويز. نيتويز حتى هو داتا سنتر سيرفيسز خاص بالهوستين تو سامبلومون، هو كيستعمل انفراستركتور اي تي انفراستركتور سيستمز، وعندك سيدي فري سينجل يونيت سيرفر كولوكيشن باكيج فري فور 12 مانث. دونك عندك يعني 12 مونث يعني 12 موا فري تو سامبلومون. الوغ عندنا ديجيتال اوسيان، هذا معروف الناس كيعرفوه تو سامبلومون يعني بور تو سامبلومون الهوستين ديال لي زابليكاسيون ويب. الوغ عندك يا سيدي 50 دولار ان بلاتفورم كريدي، يعني الكريدي ديالك بور اتيليزي هاد لي سيرفيس عندك 50 دولار جو بونس. عندنا الامازون، كلشي كيعرف امازون AWS Educate، كتقدر انك تستافد من الكلاود واوسي تقدر تستافد يعني من لي كور اللي كيكونوا تو سامبلومون بحالو بحال ازور. عندك سيدي وورث 100 دولار دونك تو سامبلومون. الوغ هنا بالنسبه يعني الكلاود، يعني الا بغيتي تستافد من الكلاود راه بوسيبل وتقدر يعني تستافد من لي سيرفيس كاملين تقريبا، وجوست غير بالايميل ديال الايديوكيشن وبيان ايميل بروفيسيونيل تو سامبلومون. الوغ غنمشيو للديزاين.
ناس ديال الديزاين حتى هما يقدروا يستافدوا من هاد لي باك اللي كتخصهم لينا جيت اب. دونك عندنا كانفا، كلشي كيعرف كانفا، كتعطيك يعني شي حوايج كيكونوا فري تو سامبلومون وشي حوايج كيكونوا بي. مي افيك هاد الايميل هذا تقدر انك تستافد من 12 شهر ديال سبسكريبسيون وبيان ديال لابونمون فور فري تو سامبلومون، وتقدر تيتيليزي هذوك اللي يعني الديزاين ديالهم. عندنا بوتستراب ستوديو، حتى هو كيعطيك يعني لي تومبليت وتقدر تكريي نتايا دي سيت ستاتيك اترافير بوتستراب. يعني كلشي كيعرف هاد بوتستراب ستوديو، كيخدموا به الناس ديال ديفلوبمون ويب. الوغ تقدر نتايا تاخذ فري ليسنس اترافير هاد الايميل. عندنا ايكون سكوت، هذا كيعطيك لي زيكون لي ريسورس او بيان لي ريسورس ماركت بليس، باش قدرت انت تكريي دي زابليكاسيون وبيان تاجوتي هذوك لي زيكون في لي بروجي ديالك، وكيكونوا دي زيكون يعني هاي كواليتي. الوغ بالنسبه للبوليبان، بوليبان حتى هو عباره عن براوزر خاص بالديفلوبمنت وبيان ديفلوبر تولز تو سامبلومون، كيخليك انك تكريي دي ديزاين بور لي سيت ويب تو سامبلومون. عندك هنايا قال لك سيدي فور فري فور 1 يير، دونك عندك عام تقريبا فري. عندك تايب فورم معروف خاص بلي كرياسيون ديال لي فورم انتراكتيف، دونك انتراكتيف فورمز، وكتكري انت لي كويز، و يعني هذاك الشيء كامل اللي غادي تستعمل خاص بلي فورم تو سامبلومون. عندك حتى انت عام فري، دونك فري بروفيسيونيل بلان. الوغ بالنسبه للايكون اس ويت وبيان ايكون سويت، دونك تو سامبلومون provides design resources, icon, UI illustrations, photo and software to class up your project. تو سامبلومون انك تقدر يعني تكري لي زيكون وتاخذ لي ريسورس الخاصه بالديزاين ديالك. مازال عندنا بزاف ديال لي سيت ويب اللي كيعطيوك لا بوسيبيليتي ديال يوتيليزاسيون ديال الديزاين. هذا خاص مثلا بالاي او اس، بويلد اي او اس ابليكيشنز ويز دراج اند دروب. دونك غير جوست دراج دروب وتكري ابليكاسيون ديالك iOS، يعني سيمبلي ما كاين لا كودين لا والو. دونك عندك 6 ديال الشهور فور فري تو سامبلومون توجور اترافير ليميل ايديوكاسيون ديال ايديوكيشن. عندنا كوجو، معروفه كوجو اكزو، كنقول لها كوجو ولا كزوجو تو سامبلومون، هذا جوست باش كريي لي كروس بلاتفورم ديفلوبمنت تول خاص باللي زابليكاسيون ناتيف بور ديسكتوب. عندنا اوسي نيفز موبيل first approach، هذا غادي يعطيك سيدي عام فري. دونك هذه نيف اجنسي كتكري لك هذوك لي تومبليت ووردبريس وهذاك الشيء اللي غادي تستعمل نتايا في ووردبريس تو سامبلومون. الوغ هنا بالنسبه للديزاين ندوزو دابا ديفلوبر تولز. دونك ديفلوبر تولز دائما لي ديفلوبر كيحتاجوا لي تولز بار اكزومبل باش يجيري مثلا لي زيرور اللي عنده في بار اكزومبل في الكود ديالو، ولا انه يستعمل شي اي دي اي اللي يكون انتيليجون بحال مثلا جيت برينز. كيف كتعرفوا جيت برينز راه عندها بزاف ديال البلاتفورم بيناتها انتيليج اي دي اي والباي تشارم خاص بالبايثون، وعندنا اوسي حتى الويب ستورم خاص بالويب، عندنا اوسي جيت هاب باش تقدر تجيري نتايا يعني لي ورك فلو ديالك انسي دو سويت. دونك بوتستراب ستوديو تو سامبلومون راه هضرنا عليه. عندنا جيت كارين، هو عباره عن واحد كروس بلاتفورم خاص يعني كيستعمل جيت تو سامبلومون باش تجيري انت هذوك لي زيسيو ديالك لي تاسك ديالك. عندنا تيرميوس خاص هذا اس اس اش كلاينت تو سامبلومون، كيخدم على الديسكتوب كيخدم على الموبيل، وكتقدر تستافد من فري اكسس يعني للبريميوم بلان. اتوم كلشي كيعرف اتوم جوست باش تكري انت يا بحال فيزوال كود تو سامبلومون. عندنا اوسي نيكس دوت تك، هذا كيعطيك تو سامبلومون يعني تقرا هذوك لي تكنولوجي تو سامبلومون باش تيمبروفي سكيلز ديالك يور سكيلز. تيست ميل اب كيعطيك هنا واحد لونسومبل ديال لي زيميل لي زادريس ايميل باش تقدر انت تجيري هذوك الاوتوماتين ايميل تيستس باردون. عندنا بوليبان براوزر and developer tool that lets developers and designer make better websites and web apps in less time. Donc tout simplement je pense هذا ما عرفتوش الصراحه، مي جو بونس انه كيعطيك يا كتكري لي زابليكاسيون ويب
في واحد طون يعني مينيمال ليست تايم. كلشي كيعرف جيت اب ديسك توب يعني باش تجيري لي ورك فلو ديالك انسي دو سويت. هنا ريبليت حتى هو اي دي اي اللي كيكون اونلاين باش تكريي لي كود ديالك. كوديكا اوسي بجست نفس البرانسيب باش تجيري يعني لي زابليكاسيون ويب هضرنا عليه. كزوجو هضرنا عليه. بوب اس كيو ال بور الكولابوراسيون ولا بيان تكون عندك شي ايكيب خاصها تجيري لي روكيت ديالك اس كيو ال كتدخل لهاد لو سيت هذا وعندك فري بريميوم. ديب سورس كي اناليزي ليك الكود ديالك بايثون او بيان الجو. ترافي اس سي اي يعني جوست لانتيغراسيون ديال لي جيد ديالك لي بروجي انسي دو سويت. سكرابين هوب جوست هذا كلاود كي تيستي ليك لي يعني الكود ديالك وبيان سكريبت سكرابين تو سامبلومون. حتى هو كيعتمد على يعني سيرفيسز انفراستراكشر وبيان الكلاود بلاتفورم. كريبتو لينس جوست تو سامبلومون سي بور لا سيكوريتي ديال السوفتوير. سنتري هو تراك ايرور في اللانجويج يعني كيقلب لك على الايرور في اللونجاج ديالك. الوغ جيت بود حتى هو اي دي اي فور جيت اب تو سامبلومون جوست حتى هو كيجري يعني لي ورك فلو ديالك في الجيت اب. عندنا وركينج كوبي هو باورفل جيت كلاينت فور ايفون اي ايباد دونك جوست بور الايفون اي ايباد. عندنا بليزيور يعني تو سامبلومون هادشي كامل تقدر ديرو بالميل ايديوكاسيون ديال ايديوكاسيون. دونك شوف الا شفتو بزاف ديال لي بلاتفورم يعني خياليين وكيعطوك بزاف ديال هنا باش تستعمل الدوكر تو سامبلومون شي حاجه يعني هربانه بزاف غير اللي مبغاش يستافد باردون غير اللي مبغاش يستافد. دونك هنا اس كيو ال جوست بور لي ريكويست اس كيو ال بزاف ديال لي بلاتفورم يعني بزاف. الوغ لي دومين حتى هما تقدر تستعمل لي دومين يعني انا صراحه خديت الدومين من هذا الباك هذا خديته من نايم شيب دونك يعطيك 1 يير اس اس ال سيرتيفيكيت واوسي تقدر تستعمل حتى نيم دوت كوم او بيان دوت تيك دومينز. دونك فوالا عندك 3 دومين تقدر تاخذهم وفري تو سامبلومون جوست بهذاك الايميل ديالك. تقدر اوسي تاخذ يعني البريميوم باك من الجيم ديفلوبمنت تولز مثلا عندنا يونيتي تو سامبلومون هذا عطيته للاخ ديالي باش يقدر يجيري هذوك لي باكيج ديالو. هنا الانفراستركتور اي ا بي ايز كيف ذكرنا يعني مونغو اردوينو بابج كليب باج كليب ميل جن ايميج بوت انسي دو سويت. دونك ستريب حتى ستريب يعني باش تجري البايمون ديالك ولا تكري دي زابليكاسيون بحال مثلا الاي كوميرس انسي سويت يعني عندك بزاف ديال لي بوسيبيليتي. شوف شحال دابا قال لك تقدر لي ترانزاكسيون يوصلوا حتى ل 1000 دولار. دونك الا لاحظتوا يعني لي زابليكاسيون بزاف وعندك فري اكسس يعني تقدر تاكسي لهم يعني غراتوي جوست بهذاك الايميل ايديوكاسيون. دونك عندنا لا بغيتي تقرا حتى لا بغيتي تقرا الانترنت اوف ثينكس انتي دي سويت. دونك بغيتي تقرا عندك ايديكاتيف انا صراحه كندخل الفرونت اند ماسترز جوست باش نشوف يعني امبروفي مثلا السكيلز ديالي في الرياكت في الانجولار انتي دي سويت. ايديكاتيف يعني بغيتي تكون بغيتي تقرا هذوك لي بيزيك الكورس بحال اتش تي ام ال سي اس اس انتي سويت. داتا كامب حتى هو عندك 1 مانت يعني تقرا ال HTML CSS JavaScript Python غير في شهر واحد وعندك فري اكسس لشهر واحد تو سامبلومون. وكيف ذكرنا قبل نيكست دوت تيك حتى هو بوسيبل يعطيك لاكسي لي كور ديالو. ولكن بزاف ديال لي بلاتفورم غير اللي ما بغيتيش تقرا وغير اللي ما بغيتيش تستافد. دونك موبيل حتى هما عندنا حتى سيكيوريتي اناليتيكس بالنسبه للناس ديال الداتا. فوالا هادشي ذكرناه قبل. عندك مثلا سيكيوريتي اناليتيكس دونك